جيتكم بفيديو جديد. اليوم راح ندير لكم روسات تاع لي كراب الحلوين. فوالا انا عندي لا روسات اللي تخرج لي ديما تجيني مليحه. بون فوتو المقادير، عندنا 3 بيضات، 250 غرام فرينه، وعندنا 4 لتر ماء و 4 لتر حليب، زوج مغارف سكر، وزوج مغارف زيت. عندنا لافاني، كل واحد تما ديري غير شويه مغرفه صغيره، قرصه ملح، واللي حبيت تزيد الزفت تاع القارص. فوالا بون المقادير نخليهم لكم في صندوق الوصف. نبدا بسم الله، نديرو 3 بيض ديالنا، فوالا نزيدو معاهم زوج مغارف ونفعل كبار سكر. درت مغرفة سكر، نزيد لا دوزيام نعمرها هكدا ونخلطهم. هو مليح كي تجيبو الكو تاع زاز تاع سيترون بزاف عايد، مي انا دوكا ما عنديش هدا بيتيت نديرو. دوكا انا ندير شويه عرف المغرفه، نزيد شويه تاع فاني. طاباني نزيد زوج مغارف كبار زيت، بسم الله كرهت بزاف تما هادي ما نعمرهاش بزاف. فوالا نزيدو قرصة ملح صغيرة كامل غير هكدا، هذا ما كان بون. هادو كملناهم، خلطيها مليح، نزيدو لها الحليب كيما قلت لكم 4 لتر 250 غرام. فوالا نزيدو لها الماء كيف 4 لتر، واللي ما عندهاش حاجه تقيس بيها فوالا الكاس ديالي شحال يهز. ودوكا غير بشويه نديرو لافارين. بون صبر عليا دقيقه، نروح نجيب الصفايه باش نصفي بها لافارين باش ما تجيناش متكتله. صفايه نديرو 250 غرام فرينة، فوالا صفيوها باش ما تعييكمش ومن بعد نتوما تخلطو. ونلوح بشوية ونخلط ونزيد، بسم الله نكملو. تحكم بلاصتها، كمل لافارين اللي بقات لي. سي بون، نكمل نخلط هذا. نسيت نقول لكم تسحقوا
زوج تاع شيكولا. انا نستعمل الشوكولا نوار هذه تاع مينو. كل واحد كل واحده ودير واش تحب هذا لوغو ديالها. ونخلطوا بيان ونولي لكم. بعد ما وليت لكم خلطت الخليط هذا ديالي مليح. دخلوا شويه يسكر في الفريجيدر وتيو وجيبو بون فريجيدر ونجيبو سيرفيات ديروا فيها الزيت هكذا. بون هادي باش تدهني بها تشعلي النار تمسحو المقلة ديالكم هكذا حتى هي متسحقش بزاف زيت. تمسحيها تخي بيان. دوكا نحلو شوية المقلة تشول باش السخانة تجي على كامل المقلة ماشي بلاصة سخونة وبلاصة سخون ونحطو فوقها هاديك. وفاي الاولى ديما ما تجينيش مليحه لي معليش جونسيه في الباقي. فوالا سي سي با سخنت نورمالمون. بون جيبي هذا هو كنت في الاول باللي الاولى ديما ما تجينيش مليحه غالب. بون غير شويه نبدا نشوف. فوالا نورمالمون ديجا طابت باش ما تخلوهاش تنحرق لكم. بون كيما انا نحب لازمني سيرفيات. بسم الله تقدري طيبيها اكثر من هكا. وهذه ما ضابطش منا مليح مي برسك دانا كامل يحبوها خاوت يحبوها هكذا. فنحي هذه ونديرو اون اوتر. هذه لا دوزيام بعد ما فرقتها في المقله ديالي. لا دوزيام ماي صلحت لي جاتني قيس قيس مع شوف ما طيبها فريمون جات هاي لا دوزيام. قلت لكم ديما الاولى تجي يا تتحرق يا ما طيبش بيان المهم تجي فيها عفسه. مين بون سي با غراف كل واحد كيفاش يحبها. سمحولي ما نقدرش نرفدها سون سيرفيات نخاف من التحرق. فوالا هادي طابت سوا سوا. هي ماشي زعما طول الطياب ولا مي على السخانه ديالها السخانه تاع المقله تما لازم تكون السخانه ديالها متساويه كيما نقولوا. فوالا من تحت ما طيبش بزاف غير شويه وتنحوها. بون انا نحط هذه ونكمل كامل الكونتيتي اللي عندي ونرجعو باش نزينوهم لكم. بعد ما كملت كامل لي كراب ديالنا هاك فجي لا كولور ديالهم. بون دوكا نتزين
عندنا كيما قلت لكم زوج بايت شوكولا نوار وعندنا البنان بون ديكوري بلا حاجه اللي تحبيها هما ديجا بنان بلا حاجه وحده تما جوست شوكولا تجي فريمون هاد لا ريسيت بزاف خفيفه هو كل واحد والكو ديالو بيان سور انا بزاف نحبهم ونحبهم خير من لي كراب المالحين باردو شي كلاسيك فوالا انا تحمي ديري كيما تحبي بون لا فورم ديك يا ديكوريهم باردون شويه بانان يوك نجي Voilà. Voilà. La recette d'hier, Lyon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour les gens qui sont abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Nour Beauty. Faites le jour pour vous donner toutes les recettes. Et je vous dis. دعموني بشام وبكومنتار نحبكم بزاف سلام